أنا محرج فعلاً، بس من الآخر يعني أنا معجب بيك. ماشي، بس يعني إمتى ده أصلاً وحصل إزاي بسرعة كده؟ يبقى أنا معجب بيكي. الموضوع عمل عليه ضغط كبير جداً، لأن حاسس إنك مش هترضي بيا بأفكارك. مش هفضل أنا قاعدة مع واحد قاسي على حاجة بيقابلها في العالم إن هو بيشيش على القهوة. أنا لو معطلك ممكن أنزل على فكرة. لا 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 خالص، ده أنا بقالي حبة يعني عايز أقعد معاكي. نازلة بنفس البيت عشان ما أخرجش يعني؟ لا نخرج فين بس؟ ماما راحت اسكندرية فجأة أصلاً، فقلت أنزل يعني أشوف أنت عايز إيه في السريع.